من التطورات السياسية الأخيرة ينضم معنا عبر الهاتف النائب عن سائرون حمد الله الركابي. مرحبا بك معنا. يعني أسماء جديدة طرحها نواب البناء، ما مدى مقبولية سائرون لهذه الأسماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. الكل يعلم أن العراق يمر الآن بمنعطف تاريخي كبير وخطير، ويحتم على الجميع أن يتعاملوا بروح المسؤولية تجاه الأحداث الجارية منذ أول أكتوبر ولحد اليوم. ويقينا موقف سائرون واضح وجلي، وأعلناه بصورة رسمية أننا نظرا لهذه الظروف التي يمر بها العراق، ولكي لا ندخل يعني في أي تنافسات سياسية لا تنتج حلولا مفيدة، أعلننا يعني قبل يومين استمرارنا في تبني المعارضة الإيجابية تحت قبة البرلمان. وكما تعلمون نحن قبل أيام يعني في بداية شهر كانون الأول ذهبنا إلى السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وسلمناه تفويضا رسميا أن نعطي حرية اختيار المرشح لرئاسة مجلس الوزراء القادم للجماهير. نعم. لكن الآن الوضع اختلف، هناك أسماء جديدة طرحت ربما تكون مقبولة لدى المتظاهرين أو بعض هذه الأسماء، أنتم كسائرون يعني سؤالي كلش واضح، كيف ترون هذه الأسماء؟ نحن أعلناها بشكل رسمي وواضح أننا لن نكون طرفا في اختيار أو تبني أو دعم أي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء القادم. يعني ترفضون هذه الأسماء؟ لا نتحدث عن الأسماء، الموقف واضح سيدتي الكريمة، أعلناه قبل يومين أننا لن نتبنى أي شخصية ولن ندعم أي شخصية، فالأمور تسير، نريد من الجميع أن يتحملوا المسؤولية. الظرف العراقي أفهم أنه هل يعني لديكم هل لديكم مشكلة من أنه البناء اللي هي تطرح شخصية حتى لو كانت هذه الشخصية مستقلة، لو لديكم مشكلة حول الشخصية نفسها؟ الآن الشارع العراقي يغلي، الجماهير المنتفضة في العديد من الساحات العراقية لا تقبل بأي مرشح يخرج من رحم الأحزاب، على الكتل السياسية. طيب ما هي الأسماء الآن لو سمحت لي؟ لا ما هي الأسماء الآن رجاءً يجب أن أكمل الفكرة. سوف أعطيك الفرصة لو سمحت لي لكي أوصل. سوف أعطيك الفرصة. ما هي الأسماء الآن التي طرحت مستقلة؟ سيد حمد الله الركابي. نعم، يبدو أن السيد حمد الله الركابي قطع الاتصال معنا. يعني أنا لم أقاطع حضرتك، أنا فقط أود أن أوضح الفكرة يعني، وحضرتك لم تجبني عن سؤالي. السيد حمد الله الركابي النائب عن سائرون، على كل حال شكرا لانضمامك معنا.